بيبدأ الفيلم بهجوم عصابة خطيرة على محطة عسكرية تبع الجيش الأمريكي في روسيا، وبعد ما بيقتل الجنود بيسيطر على الصواريخ النووية اللي موجودة في المحطة، وبتكون خطة العصابة إنهم يدمروا أمريكا. ولكن العقبة الوحيدة اللي قدامهم إن في محطة عسكرية تبع الجيش الأمريكي موجودة في المحيط الهادي، والمحطة فيها صواريخ رادع عشان تحمي أمريكا في حالة ظرف زي دوت. وبعد 3 أيام بتوصل نقيبة اسمها كولين للمحطة، وبتروح تقابل القائد بتاعها وبتقوله إنها ما كانتش عاوزة ترجع تشتغل في المحطة دي التاني. فبيقول لها القائد انه طلب نقلها للمحطة لانها كانت شغالة فيها من سنتين، ومحدش للأسف عنده خبرة زيها في صواريخ الردع. فبتتضايق كولين وبتروح اوضتها، وبعد شوية بيجي قائد المحطة وبيقول لها ان في عصابة هجمت على المحطة العسكرية بتاعتهم في روسيا وسرقوا 16 صاروخ نووي، وشكلهم كده عاوزين يدمروا امريكا. ولما بيدخلوا غرفة القيادة بتتعرف كولين على زمايلها بيفر وراهول، وبيقول بيفر ان الاجهزة رصدت غواصة روسية على بعد 80 كيلو من المحطة بتاعتهم، وخايف كده لتكون الغواصة دي تبع العصابة. وقبل ما يكمل كلامه بيلاقي ان رئيس العصابة بعت فيديو للبيت الابيض في امريكا، وبيقول ان معاه 16 صاروخ نووي عابر للقارات، ومن خلال الصواريخ ديت هيدمر امريكا. وقتها بيتكلم القائد مع كولين على انفراد، وبيقول لها انه لازم يستعدوا عشان يردعوا الصواريخ باي شكل ويدافعوا عن امريكا. فبتقول له كولين انها شك ان في خاين في المحطه وقال للعصابه على مكانهم، لان رئيس العصابه كان عمال بيتكلم بثقه زي ما يكون عارف ان المحطه بتاعتهم هي العقبه في طريقه لان فيها صواريخ رادع. وقبل ما تكمل كلامها بتشوف قدامها العصابه متنكرين في زي عمال نظافه، فبيضربوا نار على القائد وبيقتلوه. وساعتها تخبى كولين وبتقرر تروح غرفة القيادة، وفجأة بيهجم عليها واحد ضخم من العصابة وبيكون عاوز يقتلها، ولكن كولين بتكون أذكى منه وبتاخد المسدس من جيبه وبتغرزه في عينه. وبعدها بتدخل غرفة القيادة وبتقفل عليها بابين اتنين، وده عشان العصابة ما يعرفوش يدخلوا لها. وبيكون معاها زمايلها بيفر وراهول، وبتلاقي ان راهول متصاب وفاقد الوعي. فبيتكلم معاها أليكس رئيس العصابة وبيوعدها انها لو فتحت الباب هيسيبها تعيش، اما بقى لو رفضت فهيبدأ يكسر في الباب لحد ما يوصل لها. فبترفض كولين وبتقرر تقاوم، وساعتها بيجي لها مكالمه من رئيس الوزراء وبيسالها ايه اللي بيحصل بالظبط. فبتشرح له الموقف وبتقول له ان العصابه محاصرين المحطه وانهم قتلوا كل اللي فيها ما عدا هي واتنين زمايلها، وللاسف هيكسروا باب غرفه القياده في خلال 40 دقيقه او اقل. فبيقول لها انه بعت لها فرقه انقاذ عشان ينقذوها، بس للاسف الفرقه دي هتوصل في خلال 90 دقيقه، والحل الوحيد انها تحاول تعطل العصابه باي شكل من الاشكال. وبعدها بيتكلم معاها راهول وبيقول لها انه مش هيقدر يقاوم العصابه لانه مجرد مهندس برمجه ومش بيعرف يستخدم السلاح. وقبل ما يكمل كلامه بيتفاجئوا ان اليكس معاه نقيب جيش وعاوز يقتله، وبيقول لهم انهم لو فتحوا الباب هيسيبه يعيش. فبترفض كولين تفتح له الباب وبيقتل النقيب قدامها، وساعتها بيرتبك راهول وبيقول لها انه خايف العصابه تقتلهم هم كمان، ومن الافضل دلوقتي انهم يسلموا نفسهم. فبتحاول تهديه وبتطلب منه يفوق بيفر عشان يفكروا في حل، وفجاه بتلاقي واحد من العصابه دخل من خلال فتح التهوية اللي موجودة في الأرض، فبتهجم عليه وبتحاول تضربه، وبتطلب من راهول إنه يقتله بالسلاح اللي معاه، ولكن راهول بيخاف وبيكون مش عارف يستخدم السلاح، وساعتها بتاخد كولين منه السلاح وبتقتل المجرم، وبعدها بترمي جثته من فتحة التهوية، وبعدها بتتكلم مع راهول إن السلاح اللي معاه ده بايظ وممكن ينفجر في وش أي حد، وبالتالي للأسف مش هيقدروا يدافعوا بيه عن نفسهم. وقتها بيتكلم معاها أليكس وبيحاول يقنعها إنها تفتح الباب، وبيوريها صورة ليها وهي صغيرة وبيقول لها انه عارف المأساة اللي هي مرت بيها، وبيحكي لها انه من 5 سنين كانت بتشتغل في فرقة خاصة تبع جنرال في الجيش، والجنرال ده كان بيحاول يعتدي عليها اكتر من مرة، ولما بلغت عنه القيادات محدش صدقها لحد ما جت لها فكرة انها تسجله مكالمة وتفضحه. وفعلا نجحت خطتها واتفصل الجنرال من الشغل، فقرر انه ينتقم منها وخلى الضباط اللي كانوا شغالين معاه يضايقوها ويتنمروا عليها، لدرجة انهم دخلوا شقتها وكتبوا لها على الحيطة رسائل تهديد بالقتل. وبسبب الضغط اللي مرت بيه نفسيتها تعبت وفكرت تنهي حياتها، بس والدها انقذها وساعدها تتخطى المحنه اللي هي فيها. وبعد ما بيخلص اليكس كلامه بيقول لها انه مستعد يديها 50 مليون دولار ويسيبها تعيش في مقابل بس ان تفتح له الباب ويسيبه يدمر امريكا. قال يعني لما يدمر امريكا هيبقى في حاجه اسمها دولار. المهم بترفض كولين وبتقول له انها مش هتخون بلدها مهما حصل، وساعتها بيقدر رجاله اليكس انهم يكسروا الباب الخارجي، وبكده ما بيكونش فاضل غير باب غرفه القياده بس. ولما بيفوق زميلها بيفر بيضرب عليها نار هي وراهول، ولحسن الحظ مش بيحصل لهم حاجه لانهم لابسين واقد الرصاص. وبعدها بيفتح الباب للعصابه وبيكتشفوا انه خاين
وشغال مع العصابة، وأول ما بيدخلوا بيربطوا كونن ورهول، وبيطلع أليكس بث مباشر على شاشات التلفزيون في أمريكا، وبيبدأ يقول إنه سيطر على صواريخ الردع، ودلوقتي هيضرب أول صاروخ نووي في ولاية لوس أنجلوس، وده لأنه بيكره الحكومة الأمريكية وشايف إن نظامهم فاسد، وبيقولوا إنه مش بيعمل كده عشان الفلوس، لأنه أساساً ملياردير ووالده سفير، لكنه بيعمل كده عشان عاوز يخلص البشرية من فساد النظام الأمريكي، فبيأمر رجالته يضربوا الصاروخ النووي فوراً على ولاية لوس أنجلوس، وبعدها بيجيب الكاميرا على كولين وبيقول إنها رفضت 30 مليون دولار عشان تحمي بلدها، بس في المقابل الضباط الفاسدين في أمريكا كانوا بيضايقوها وبيهددوها بالقتل، وده لأنها كشفت حقيقة الجنرال الفاسد ودافعت عن شرفها. وقتها بيكون فاضل 18 دقيقة بس والصاروخ النووي يدمر لوس أنجلوس كلها، فبتحاول كولين تفك نفسها وبتضرب أليكس، وبتاخد سلاح من العصابة وبتقتل واحد فيهم، وبيخرج أليكس وبيفر من الغرفة قبل ما تقتلهم، ولحسن الحظ بيكون السلاح فضي منها، فبتقفل الباب وبتتفاجئ إن في واحدة من العصابة موجودة معاها، والشخصة دي بتحاول تفتح الباب لأليكس فبتمنعها كولين، وبتكتشف إن الصاروخ النووي هيوصل للوس أنجلوس ويدمرها في خلال 6 دقايق بس، وقبل ما تدوس على زرار إطلاق صواريخ الردع بتهجم عليها البنت وبتخنقها، فبتحاول كولين تقاوم وبتدوس على الزرار في آخر لحظة، وفجأة بتضرب عليها البنت نار وبتصيبها في دراعها، فبتاخد كولين مسدس من جثة المجرم اللي على الأرض وبتخلص عليها، وبعدها بتحاول تخرج الرصاصة من دراعها وتعالج نفسها، وساعتها بتكلمها رئيسة أمريكا وبتشكرها عشان دمرت الصواريخ وأنقذت لوس أنجلوس، وبتقول لها إن أليكس كذاب ومش ملياردير ولا حاجة، وإنه كان نقيب في الجيش واترفض بسبب سلوكه السيء، وبعدها بتقفل كولين المكالمة وبتقعد تستريح شوية، وبتبدأ تفتكر والدها لما كان واقف جنبها وبيشجعها، فبيجي راهول وبيقول لها إن أليكس عاوز يتكلم معاها، ولما بتروح له بيوريها فيديو على موبايل فيه العصابة بتاعته وهم خاطفين والدها، وبيأمرها تفتح الباب فورا وإلا هيقتله، فبتنهار كولين وبتترجاه ما يأذيش والدها، وبتقوله إنها مش هتقدر تفتح الباب لأن في ناس هيموتوا بسببها، فبيتعصب أليكس وبيأمر رجالته يخلصوا على والدها وبيقفل المكالمة، وبعدها بيروح ياخد جهاز التدمير الذاتي بتاع المحطة وبيشغله عشان يدمرها، وبالتالي هيقدر يوجه ال 15 صاروخ اللي معاه ناحية أمريكا ويدمرها بدون أي عائق، فبتكتشف كولين إن فاضل 13 دقيقة بس على تدمير المحطة، وساعتها بيقول لها راهول إن عنده فكرة ذكية وهي إنه ينزل البحر ويروح لمحطة التوربينات، وهناك هيقفل كل فتحات المية عشان المحطة ما تتدمرش ويغرقوا، وعلى الرغم من خطورة الخطوة دي إلا إنهم بيكونوا مضطرين ينفذوها، وده لأن فريق الإنقاذ لسه فاضل لهم 25 دقيقة ويوصلوا، وفعلا بيروح راهول لمحطة التوربينات، وللأسف مش بيقدر يعطل التدمير الذاتي، بس بيقدر يزود المهلة وبيكون فاضل 17 دقيقة على غرق المحطة، وقبل ما يخرج بيجي بيفر وبيقتله، وساعتها بتكون كولين في مركز القيادة وبتعرف إنه مات، فبتحط لزقة على الإزاز بتاع الباب عشان أليكس ما يشوفهاش، وبعدها بتكلم رئيس الوزراء وبتقوله إنها هتخدع العصابة، وإنها هتعمل نفسها خرجت من غرفة القيادة، وده عشان تخلي العصابة يضربوا الصواريخ النووية، وساعتها هتتسحب وتضرب صواريخ الردع، وبكده هتقدر تدمر الصواريخ النووية قبل ما توصل لأمريكا، وفعلا بتبدأ كولين تنفذ خطتها، وبيدخل بيفر من فتحة التهوية ومش بيلاقيها موجودة، فبيفتح الباب لأليكس وبيقوله إنه شاف فتحة الباب مفتوحة، وده معناه إن كولين هربت، فبيتصل أليكس على رجالته وبيأمرهم يضربوا كل الصواريخ النووية اللي موجودة معاهم، وبيطلب من بيفر يروح ورا كولين ويخلص عليها، فبيخرج بيفر للسطح لكنه مش بيلاقيها، وبيتفاجئ أليكس إنها موجودة في المحطة ومتنكرة في زي عام النظافة، فبتقتل واحد من رجالته وبتلاقيه هرب، ولما بتدوس على زرار صواريخ الردع بتلاقيه بايظ، وبتعرف إن أليكس هو اللي عمل كده، فبتاخد اللابتوب بتاعها وبتطلع للسطح عشان توصله بسيستم صواريخ الردع وتضربها من خلاله، ولكن فجأة بيجي بيفر من وراها وبيحط المسدس على راسها، فبتفلت منه وبترمي المسدس، وبعدها بتلف على رقبته سلك شائك وبتحاول ترميه من البحر، بس للأسف بتقع معاه وبتشوفه وهو بيموت، وساعتها بتفتكر اللحظة اللي كان والدها بيشجعها عشان تقاوم وتكون شجاعة، فبتتحمس وبتخرج من مية وبتطلع للسطح بسرعة، وبتضرب صواريخ الردع في آخر لحظة، وساعتها بتنفجر كل الصواريخ النووية بفضل كولين، واللي قدرت تنقذ دولة كاملة مع إنها مجرد بنت، ولما بيعرف أليكس إن خطته فشلت، بيقول لها إن في غواصة تبعه جاية وهتدمر المحطة وهيخلص عليها، وبعدها بيهجم عليها وبيحاول يضربها، لكنها بتكون أقوى منه وبتتغلب عليه، وساعتها بتوصل الغواصة بتاعته
وبيقتلوه هو بدل ما يقتلوها. وبتطلع ان الغواصة دي تبع الجيش الروسي اصلا، وبيكونوا خلصوا على رجالة أليكس. وساعتها بيوصل فريق الانقاذ وبينقلوا كولين للمستشفى. وساعتها بتيجي رئيسة امريكا وبتشكرها عشان انقذت بلدها، وبترقيها لمنصب عقيد في الحرس الوطني. وبيخلص الفيلم. ياريت بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للتشانل، وما تنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك. واشوفكم بقى على خير في فيلم تاني. مع السلامة.